دي اناونسمنت خاصه ب كوبتيك ميوزك كونسرت. تسمعوا عن واحد اسمه جورج كيرلس؟ تسمعوا عنه؟ ده عنده فرقه اسمها فرقه دافيد غالبا، يعني بالانجليزي يسموها ديفيد انسامبل. هو بروفيشنال، فرقه بروفيشنال، مش الحاجات لا بروفيشنال يعني، وبالات موسيقيه بيقدموا عرض قمه يعني. وهيجوا يوم، هيزورون هنا في امريكا في نيويورك يوم 8 مايو، هيبقى فيه كونسرت كبير قوي، مش عارف هيحضر 40 موسيقي او عدد كبير، ومنهم من مصر ومنهم من هنا في امريكا، فهتبقى فرقه كبيره جدا. وهيبقى الاحتفال ده هيكون طبعا بعد عيد القيامه باسبوع، هيكون ده احد توما غالبا، وهيكون هنا في بروكلين في المركز الجديد في بروكلين. واحبكم تحضروا لانها هيبقى حاجه عمركم ما شفتوها، فرقه مشهوره جدا ومعروفه، بيقدموا الحان مستوى عالي جدا. يسبقها بيومين في تود هيل في المركز اللي ان شاء الله يعني وار هوبينج نخلص اجراءاته في خلال الاسبوعين الجايين دول. هيكون في مؤتمر جمعه سبت حد، والمؤتمر ده هيقدم اربع الحان من خمس نواحي، الناحيه الروحيه والتاريخيه والموسيقيه، ويعني حاجات بقى شغل كبير قوي. فاللي يحب يحضر المؤتمر موجود، اللي يحب ياخد تيكتس عشان خاطر يحضر الكونسرت موجود برضه. لكن اشجعكم جدا ان انتوا تحضروا، لان دي حاجه هتبقى فريده جدا من نوعها.